فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله سبحانه وتعالى: وأما السائل فلا تنهر؟ وهل يلزم علينا الصدقة على السؤال حتى إذا كان عندنا شك في حقيقتهم؟ وأما السائل فلا تنهر. السائل على قسمين: سائل عن العلم، هذا لا تنهره، أجبه بما تعرف وما أعطاك الله من العلم. والثاني سائل المال، سائل المال، هذا الأصل أنه محتاج، إلا إذا علمت أنه غير محتاج فلا تعطيه وانصحه، أما إذا لم تعلم فالأصل أن له حقا، وأنه محتاج، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.